مش بالكلام، مش بالبق، مش عافيه، ومش مش ورا، لا، قدام الناس كلها وقدام العالم كله، الكل يعلم من هو النادي الاهلي، من هو النادي الاهلي امام واحد او بعض الصغار. حضرتك انا بنافس ريال مدريد، مش بنافس، انت فاهم يعني؟ يعني اقول لك اقول ايه بس يا جماعه؟ والله والله حاجه تضحك فعلا، كلام غير منطقي وكلام غير حقيقي، بيحاول البعض ان هو يضحك بيه على الناس في بلده. ففي النهايه انا ليه بس انا النهارده ما كنتش داخل اتكلم في هذا الامر، ولكن انا لقيت الاستاذ طلع ينفي ويقول لك بيضحك، يعني بيضحكوا على الناس والله. يقول له جريده الشروق ما حصلش ان احنا اتكلمنا، فعلا هو حد جريده الشروق اصلا؟ هنتكلم على المغرب وما حدث في المغرب داخل احد اهم المواقع في المغرب واحدى الصحف في المغرب، وكلام واضح وصريح. ولا الجزائر دخلت فيه ولا بعض الصحف الجزائريه ممكن تكون نقلت من هذه المواقع هذه الصحف. فمش عارف الحقيقه ليه ما هو كسبت خلاص بقى، اكسب وعيش مع نفسك، بسط وافرح، ما عنديش مشكله. انا ياما فرحت حضرتك، انا حضرتك، انا تخيل والله بجد انا دايما ببقى لكل من يحفل على النادي، مع انه بيبقى تحفيل لذيذ يعني، لكل من يحفل على النادي الاهلي، تخيل حضرتك ان هناك البعض او بعض من لا يشجع النادي الاهلي، عشان الكلمة دي بعد من لا يشجع النادي الأهلي بيحفل على النادي الأهلي، بيحفل على النادي الأهلي ليه؟ والله ما مصدق، بيحفل على النادي الأهلي إن النادي الأهلي اتغلب في الدور النهائي في ثالث بطولة على التوالي كان ممكن ياخدها، وبفساد وبفعل فاعل وبمؤامرة، وناس من لا يشجع النادي الأهلي طلع يحفل على النادي الأهلي اللي خرج من النهائي، وهو كان قاعد على الكنبه بيتفرج زيه زينا يعني، او زيه زي بقيه الناس، فطلع يحفل على ماشي التحفيل الكوميكس. انا بحب الحاجات دي جدا على فكره، وبقعد اقراه وبضحك، ولكن بس ساعات كده بقعد افكر، طب يعني ما انا ما انا يعني مثلا ما وصلتش، ما خدتش البطوله مثلا السنه اللي فاتت، ولا اللي قبلها، 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 ولا اللي قبلها. انا ممكن اقعد اقول اللي قبلها لغايه كتير ورا، لغايه لما الحلقه تخلص يمكن. يعني حاجات غريبه جدا الواحد بيشوفها. والله انا هنا لا بتكلمش على فرقه عشان بس ما حدش يودينا الاتجاه، ولكن انا بروح للناس اللي بتقعد تعمل الكلام ده. طبعا هو ما بيشجعوش الاهلي، قد يكونوا خارج مصر وقد يكونوا داخل مصر، عادي بتحصل. فلماذا هذا التعامل؟ نفسنا نعدي هذه المرحله بقى، نعدي هذه المرحلة وكلنا نقف مع بعض علشان مثل هذه الشخصيات يجب أن يكون هناك ردع كبير ليهم خلال الفترة اللي جاية، عشان يعرف هو طبعا بدأ يحس إن إيه، إن الموضوع جامد جدا والموجة عالية عليه، بدليل إن الراجل خرج ينفي يعني. أتخيل هو نفى غلط طبعا، لكن أتخيل إن هو الفترة اللي جاية قد يكون هناك قرصة ودن، قد يكون هناك اعتذار علني، حاجة معرفش، ده إحساس على فكرة وليست معلومة. كل اللي أنا بقوله ده إحساس فيما عدا الحاجات اللي أنا قلتها لحضراتكم، وهي أمور موثقة وخارجة من الاتحاد الإفريقي بالمناسبة. أمور الفساد، أنا بتكلم على أمور الفساد اللي اتكلمت عليها في الأول، دي خارجة من الاتحاد الإفريقي كده بالمناسبة يعني. فأنا لما باجي أتكلم لو حد أطلع من جيبي كده وأقول لك أهو اتفضل. أرجو أن يكون هناك ردع كامل لهذا الشخص، لأنه لا يستحق إلا كلام اللي إحنا بنقوله. عايز نفتح تاني؟ هنفتح تاني وهنتكلم تاني، ولن نسكت على حق، وهفضل كل يوم أسأل ومين اللي خبى الإيميل؟ أو هل الإيميل ده اتشاف ولا ما اتشافش؟ هل الجواب اللي جيت حط في الدرج زي ما قلت لكم امبارح ولا ما اتحطش؟ عايزين نعرف من هو المسؤول عن هذا الأمر، ولا ليس كل ما يعرف يقال؟ ما اعرفش ده بجد، واضح ان هو طلع بجد يعني. هناك سلبيات عندنا في الفرقة؟ في سلبيات في الفرقة.
هل حد يقدر يقول غير كده؟ هل من الممكن ان مثلا كابتن خطيب نفسه رئيس النادي الاهلي هذه القامه الكبيره يطلع يقول مثلا يا اسلام والله مثلا ما فيش سلبيات عندنا؟ كابتن خطيب عارف ان هناك سلبيات طبيعي جدا. طيب هو ليفربول لما خسر من ريال مدريد في اخر مباراه هو ده ليفربول ما عندوش سلبيات؟ عنده سلبيات. لكن عندنا ايجابيات كثيره جدا ما تخليناش نمحي اللي احنا عملناه طول الموسم. انا عجبني جدا منظر احتفال ريال ليفربول وعودتهم بعد خسارتهم لنهائي بطوله دوري ابطال اوروبا ورجوعهم والاحتفال بيهم وبيس مفتوح واحتفلوا بيهم خدوا بطولتين يعني في الدوري في هذا الموسم كاسين يعني فاحتفلوا بيهم. هذا هو وانا متاكد ان جمهور النادي الاهلي كل الغصه اللي جوانا كلنا كجمهور النادي الاهلي احنا عايزين نعرف هو ليه المؤامرات وليه الافلام دي كلها وليه احنا على فكره وكل شويه برضه اقول هذه كلمه لو قفلنا النادي الاهلي 5 سنين 10 سنين زي ما انت عايز تقول قول هنفضل ابطال افريقيا برضه وهنفضل البطل التاريخي لافريقيا وهنفضل برضه بطل القرن الافريقي على الاقل لغايه نهايه هذا القرن ان لم يجد جديد. يعني ممكن تلاقي نهايه هذا القرن النادي الاهلي اصبح بطل القرن مره اخرى وده اعتقد ان الاهلي بيحاول الفتره دي ان هو يحسمها يعني من دلوقتي عشان الاجيال القادمه ما تبقاش ما تتعبش كتير يعني. ولكن هذا هو الفارق الدائم ما بين النادي الاهلي واي حد تاني. النادي الاهلي واي حد تاني. ف اتمنى ان يكون هناك رادع قوي لهذه الشخصية خلال الفترة القادمة.